السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ نشوف احنا هنعمل البسكوت دوت ازاي. حبايب قلبي، بسكوت جميل جدا جدا جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. جربوه حبايبي وان شاء الله يطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. صباح الفل عليكم لو بتشوفوا الفيديو الصبح، صباح مساء الخير عليكم لو بتشوفوا الفيديو بالليل. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب اكون عند حسن ظنكم وتكونوا بتستفادوا مني ان شاء الله. حبايب قلبي جايين النهارده هنعمل مع بعض حبه بسكوت بالعسل، تمام كده؟ اسمه بسكوت العسل حبايبي. مكوناته حبايب قلبي ايه؟ بالكوب المعياري ده انا نخلة كوبايتين دقيق وحط عليهم باكو بيكنج باودر، تمام، وذره ملح، تمام كده حبايبي. دي المواد الجافه معانا. بنفس الكوب المعياري حبايب قلبي حطيت كوبايه الا ربع سمنه، انا عندي زبده انا حطيت زبده ماشي، كوبايه الا ربع زبده. ومعايا بيضه، حطينا طبعا الفانيليا عليها وحطينا عليها الليمون، تمام حبايب قلبي كده. ومعايا نص كوبايه عسل اسمر، تمام كده. هي دي المكونات، سهله بسيطه خالص حبايب قلبي. هنرجع بقى المكونات دي كده لورا لحد ما نخلط السمنه مع البيضه حبايب قلبي كده، ندوبهم بس حبايبي. انتوا عارفين طبعا الجو ساقعه، فالحاجه بتبقى حتى لو مطلعاها، انا مطلعه السمنه من الثلاجه من بدري، بس ومع ذلك برضو الحاجه ايه جامده. فاحنا هنفضل معاها كده حبايبي لحد ما اخليها تفك معايا، وبعد كده نكمل اللي احنا هنعمله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. ربنا يجعله شهر خير وفضل واسع وكريم علينا ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم وتكونوا بتستفادوا مني ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، وينول كل منا اللي نفسه فيه ويدينا ويرضينا كلنا باذن الله. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله باذن الله. وما ننسوش اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعي لهم عن ظهر غيب ان ربنا يصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. خليكم معايا حبايبي اخلط البيضه مع السمنه، نرجع مع بعض تاني. بص حبايبي كده احنا دخلنا البيضه مع الزبده، هنفضي بقى العسل ده مكان ايه؟ مكان السكر حبايب قلبي، تمام كده. هنفضي كل الكميه ان شاء الله مع بعض كده، وندخل كل المكونات مع بعض. هنخلط السمنه مع العسل كده حبايبي. خليكم معايا اخلطهم بس حبايبي وارجع معاكم تاني. بص حبايبي كده دخلت العسل مع السمنه والبيضه، تمام كده. هنحط بقى المواد الجافه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اللي هو طبعا هو بسكوت حبايب قلبي، فاحنا ايه بنلم بس كده حبايبي، مش بنعجن، تمام. احنا متفقين مع بعض ان البسكوتات مش بنعجن، احنا بس بنلم لحد ما نكون ايه العجينه كلها، تمام كده حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. خليكم معايا حبايبي المها ونرجع مع بعض تاني. بص حبايبي كده العجينه ما بيعدش. بص حبايب قلبي اهو زي ما انتم شايفين كده العجينه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. احتجت ايه حبايب قلبي عشان يبقى المصداقيه؟ ربع كوبايه دقيق. بص حبايبي طول ما انت بتعجني، عشان العسل غير السكر، تمام، طول ما انت بتعجني ايدك هتبقى ملزقه، تمام كده، هتختبر ايدك الثانيه هتعرفي اذا كانت محتاجه دقيق ولا لا، تمام كده ان شاء الله باذن الله. انا معايا البصامه حبايب قلبي اهي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد بالقطعه كده صغيره وهنلم كده ماشي، ونبططها كده، نروح جايين بالبصامة عاملين لها كده اهي حبايب قلبي، تمام كده. ونرص بقى في الصاج حبايب قلبي. كلي بقى احلى بسكوت حبايب قلبي، بيتجاب من بره غالي جدا جدا. طب احنا على ايه؟ احنا هنعملها كده زي ما انتم شايفين، والكمية يعني كوبايتين دي هيعملوا لنا كمية ان شاء الله تمام ومظبوطة كده حبايبي. ايه رأيكم؟ طالما المكونات مظبوطة بتطلع معاكي زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تمام. هنبعد المسافات لانه في بيكنج باودر وفي بيض طبعا، تمام. واحنا بنصغر حبايب قلبي عشان خاطر ايه؟ لما تنفش في تدينا الحجم المعقول التمام، تمام كده حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بصوا شايفين يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله،
وحاجه كده بيبقى عسل عسل عسل. يا رب ان شاء الله تجربوه يطلع معاك احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. اما رص الساق هوريه لكم قبل ما ادخله الفرن. خليكم معايا. بصوا حبايبي بعد ما خلصت التشكيل شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه تحفه بالامانه. كده ان شاء الله حبايب قلبي انا مولعه الفرن هدخله فيها ان شاء الله ونخلص الصاج الثاني واوريه لكم كله على بعضه بعد ما يطلع ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب تجربوه يا حبايب قلبي يطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا. بص حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله وناعم جدا جدا حبايب قلبي مش مستحمل دايب. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي جميل جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم والفيديو نور اعجابكم. لو عجبكم الفيديو حبايبي اعملوا له شير، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. جربوه حبايبي ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، وتحطوا اللايك حبايبي حطوا اللايك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.